السلام عليكم اخوان واخوات، مرحبا بكم في واحد الفيديو من سوق قيصر بتاريخ 23/4/2021. اخوان غنبداو معكم بهذا المعجوة هذا، السردية مليحة، قال لي عاطينو 35,750 ديال الدرهم. كي دايره السنة كلها والدة، كاين اللي جا مع كاين اللي رباعية كاين اللي استاتية، كاين اللي جا مع كاين اللي رباعية كاين اللي استاتية، كلها والدة. لا والدة، فيها وحدة اللي ما والداش، فيها وحدة اللي ما والداش. 35,000 ريال. قربوا لينا شوية الإخوان باش نعطيكم الصورة واضحة. الله يسخر المولاها، الله يجيب ليه التيسير إن شاء الله. الرباح هو الصغير كيرضع، باش ما تهربش منا. الله يبارك ليه، الله يسخر ليه. 1,750 ديال الدرهم. أنا جاتني سلعة مليحة، الله يسخر المولاها الإخوان، الله يجيب ليه التيسير. تبارك الله ما شاء الله، سلعة زينة هنايا في سوق قيصر. تحياتي كاع المتتبعين في المغرب خارج المغرب، خليو لنا لايك، خليو لنا كومونتير زوين. تحياتنا لكم ونهاركم مبروك من قلب سوق قيصر، تبارك الله عليكم. هذا اخوان نعجات، نعجات رواسيات ياك. كي دايره في السنه؟ ها؟ كي دايره في السنه؟ 2 ورباعيه وستاتيه، 2 ورباعيه وستاتيه. الثمن السامعين؟ 22,200. عاطينهم 1,110 دراهم. جملة خذ خذ جملة رباعية 1,110 ديال الدراهم اللي عاطينهم. تقدر تخلي النمرة ديالك اللي بغا شي واحد يخلص السلعة ولا شي حاجة يتواصل معاك. غادي تنشد هذوك الوالدات واخا تهما ديالكم دول. أيه انتم اخوان عندنا السلعة ها هي رواسية، ها هي كما تشوف عاطينو 22,000 فرنك. وهنايا الوالدات هاد خمسة ياك اخويا؟ اخويا خمسة. كي دايره في السنة؟ 100 ورباعيات. 100 ورباعيات كلهم والدات هاد؟ كلشي والدات. الثمن السامعي؟ الثمن السامعي السمكات. 1,800 درهم. قلنا غادي تخلي الرقم ديالك اللي بغا شي حاجة يتواصل معاه. مرحبا. 06 54 54 17 17 99 99 62 62. اللي بغاك فينا يجي عندك؟ 97. ولاد سعيد الاخوان نتواصل معاه. ولاد سعيد الله يسخر ليه، الله يجيب ليه التيسير. هي السلعه ديالو، نتمنى نكونو توفقنا باش نوصل وسط الفوريكم بالصوره الاخوان. الله يسخر ليه، الله يجيب ليه التيسير. هاد السلعه الاخوان راها تابعه للسلعه الاخرى الاولى. هادي تاهي السامعه، تاهي سامعه 22، تاهي سامعه 22 نفس الثمن ديال الاولى الاخوان، وراه نفس مولاه هو نفسه. والله يجيب لك ان شاء الله التيسير والرباح. صافي هذا الشيء اللي كاين. ماشي عند الوالد. عارف اش من قصر الشامة؟ فهد بريطة العفري. انت يا والله شحال عيد لي ديال الباشا. لقيتي علينا نهار العيد. ما هذاك الثمن اللي قلت لي هو هذا؟ والله عيد خلطة مش الغنم ماشي دابا كاين الغول. قالوا لي راه بريطه الكذاب عليك والله. الا قالوا لي راك كذاب عليك والله. حتى قالوا لي قال لي بريطه فردت من بعد 50 وبعد 40 وبعد 36. قال لي بريطه صايمو كذاب عليك ياك. ما كاينش كذب والله، ما كاينش كذب. انتم سمعتوا اخوان بريطه راه قال لك والله راه صايم. ودوز راه صايم صافي. انا بعدا تاهي والله ودوز. انا الغنم مخلطه ماشي. واه واه واخا الثمن ديال هاد الوالدات دوزي كندوز عندك كندوز. وانا نعطي من النمره وسمي يلا يلا نعاودو نعطيو من النمره. ما كاينش مشكل الاخوان، غادي نعاودو نعطيو النمره تاع بريطه الصديق ديالنا. هادو 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 شحال 42 وما خمسه. هادو خمسه والدات، والدات خرفان، والدات خرفان عاطين 42. وهادو هادو هما ثلاثه عاطينا فيهم 54. 54 في الوحده. والدات تا هما خرفان. والدات خرفان. عندك سلعه مليحه دابا، دابا عندك سلعه مليحه. كي دايره في السنه؟ فر فر ليا نشوف. فر سداسيه هذيك رباعيه، هذيك سداسيه سداسيه. هو بريطه اليوم عنده سلعه زينه بالنسبه لي. خلي لهم النمر عاوتاني ما كاينش مشكل. 06 06 82 82 51 51 81 81 97 97. اللي عيط لك تبيع 20 مع معقوله بريطه. مرحبا. انتم سمعتوا اخوان، اللي عيط ليه يتواصل مع بريطه اللي يبيع 20 معاه. الله يستخر. وباش ما كان خليوا لي الكومونتيرات واش بريطه المعقول ولا لا. الله يرضي عليكم، تبارك الله عليك اخويا بريطه. الله يحفظك، الله يجزيك.
على عدد يودي بس رالي ندرج لي البيب سامع ولي راش سي رالي سامع لي البيب وصور كل شيء صار انا مسكين بك انا كنا كنطرف يلا سير تمام شحال واحد كامل اخويا ب 17 17 واحد 1875 اخوان حولية سردية مريح مريح اي مريح حسبك الله ما شاء الله سردية زوينة انت شديت انا شديت شدك اخويا مرحبا 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 سردية ملاحة نبغى السلالة نبغى اي نبغى يدير السلالة راهي هادي سردية مليحة السلالة مليحة عطيني هادو تاهما شحال هادو 17 ونص 17 ونص هادو 16 800 مشاو هادو مشاو الله يخير المولى ما يخوار داهم شي مرضي خصوصا يتصلى الله يحفظك شكرا خويا تبارك الله عليك الله يبارك فيك كيداير مع رمضان مزيان؟ امور دايزه مزيان مع رمضان بخير والزرع كيداير والفلاحه روح شويه للفلاحه بحال هكا الله خير ما كملتش ما كملتش ما كملتش ولكن الحمد لله كاين الخير الحمد لله احسن من الاعوام اللي فاتت الله يحفظك تبارك الله عليك تبارك الله عليك الثمن 16 800 درهم تقريبا شحال عندنا من السيارة؟ راه يكون خمس شهور خمس شهور يكون تقريبا والله جاب التيسير والله جاب التيسير هذو معاملة؟ لا هما معاملة تما تما 16 تما 800 درهم اخوان الله يسخرها تبارك الله الخويا تشكروا الله يخليك 800 درهم ثمن هذا ثمن الثمن كل واش يعطيها واش باغي بيه انت باغي بيه باغي فيهم 2000 درهم اخوان هما الحوريات غير يقول كلشي حزاره ولا سكسي بالي الغا سمانات 2000 درهم طالب في الواحد دوكا شحال الله يسخرني الله يعاونكم دعمي الله يجيب ربي يصور معاك ربي الحمد لله شحال باش خرج السي معنا 36 ونص 1825 والله يجيبك التيسير يوصلوا العيد ان شاء الله يواصلوا العيد مخيره هنا يلا الله يجيبك خاص تهلا فيهم بالعرف الله يجيبك فيهم الربح الله يحافظك الله تبارك الله عليك تبارك الله عليك الله يسخر لك الله يجيبك التيسير 98 1900 درهم تكون ان شاء الله هي واجده العيد ان شاء الله ان شاء الله الله يسخر لك اخوان اشراخ لما وحده تبارك الله 1900 درهم شي حاجه انتم تشوفوا اللهم بارك ان شاء الله نتبناو ليه كيديروا رباح قطع الاخوان اللهم بارك في الاصفى هذا سرديه مليحه بطاح الله يجيب لنا التيسير هذا ما معانش تبارك الله ما شاء الله